السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة العنوان بتاعنا What an internist need to know about Barrett's esophagus. يعني افترض ان Barrett's esophagus ده مرض بتاع الجماعة بتوع الجاسترونتولوجي. طيب دلوقتي انا لو انا باطني يعني بتاع يعني اخصائي او استشاري امراض بطن، ايه المعلومات او ايه الحاجة او ايه الداتا اللي المفروض ان انا اكون عارفها عن حاجة زي البارتس؟ هنسأل نفسينا السؤال الاولاني، تمام؟ احنا ليه نعرف عن البارتس؟ عادي جدا، دي العيادة بتاعت دكتور الامراض الباطنة، وادي الويتنج اريا بتاعتها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله العدد في الليمون، بينما بقيه السبيشاليتيز هو بيبقى حيالله عيان ولا اتنين اللي قاعدين مستنيين وحاطين ايدهم على خدهم كده على بال ما الباشا السبيشاليست يتعاطف ويتكرم وينعم عليهم بخدماته الجليله. العيانين نفسهم بيفضلوا ايه؟ هل بيفضلوا ان هم يروحوا للجاسترونترولوجيست اللي عنده منظار اللي هيقول لهم تعالوا اعمل لكم ابر ولور و و و و طبعا دي حدوته تخوف، ولا يروحوا للراجل الطيب الانترنست اللي هيكتب شويه ادويه وحاجات لطيفه وجميله وبرده بعديها هنبقى كويسين وزي الفل؟ اذا العيانين اكيد اكيد هيفضلوا الجماعه على الانترنست. طيب ده يخلينا نقول ان الانترنس هم دول الافري داي سوبر هيرو، لان هم دول اللي شايلين الشيله الثقيله، هم دول اللي بيواجهوا الجماهير الغفيره، هم دول اللي بيواجهوا العيانين الكتير اللي هم بيجوا بشكاوي طول الوقت. علشان نعرف بقى اهميه الانترنس في الحدوته بتاعه البارتس اوسوفيجس، خلينا ناخد اكزامبل لطيف في القصه. الراجل الكبار الحلوة ده عنده 56 سنة، جاء للانترنست بتاعه أو الجي بي، جاء بلونج ستاندنج يعني بقاله سنين طويلة من الهارت بيرن والأسيد ريجرجيتيشن. البيشنت بيدخن والبادي ماس اندكس بتاعته زي ما انتم شايفين كده ان هو تشابي شوية زيادة 32 كيلو جرام بير متر سكوير. الكلينيكال اكزامينيشن كان فري ما عدا انه عنده شوية مايلد ديجاستريك تندرنس اللي هو يعني موجود عند كل الناس. الدكتور الاولاني الجي بي قال ان هو ياخد بروتون بامب وطلب له ستول انجن تيست فور اتش بايلوري، طبعا زي ما حضراتكم متوقعين انه طلعت الاتش بايلوري اكيد بتاعته طلعت بوزيتيف. قال له بس هي دي الحدوته بتاعتك، انت عندك الجرثومه الحلزونيه جرثومه الهليكوبتر وهي دي اللي عامله لك كل المشاكل، وشوف لو انت ما كنتش كتلي ما كناش اتشخص. فالشاب الحلو اللطيف الجي بي ده يعني كان لسه حاضر محاضره على الاتش بايلوري اريديكيشن ويعني وكلم وتمام تمام وزي الفل وعارف كل الريجيمنز وكلام زي كده، ما احتاجش يعني انه يوديه جاسترونتولوجي. فمشى العيان فعلا على 2 ويك تريتمنت وبعديها عدل التيست فلقاه نيجاتيف بعد شهر مما لما الراجل ده وقف البروتون بامب رجع له تاني نفس الشكوى اللي كان عليها، عمل له الدكتور الاولاني التحليل وقال له انت عندك اتش بايلوري، فقال لك لا يا عم ما بديهاش بقى انا ايه هجرب اروح للجاسترو انترولوجيست. اول ما راح للراجل الجاسترو انترولوجيست قال له يلا يا باشا علشان نعمل منظار. طيب احنا كنا عايزين نقول ان لو الانترنست من الاول يبقى عارف الحدوته كويس والداتا بتاعته كويس هو اللي هيقدر انه يجاوب، مش هيستنى لما العيان يتعب تاني ويزهق ويروح عند الجاسترو انترو. ليه بقى؟ الاجابه بتاعت بسبب الراجل الطيب الحليوه ده، الراجل نورمان بارت ده اللي احنا جايين نتكلم عنه دلوقتي، ان احنا خايفين انه الراجل ده يبقى عنده. اذا الانترنست لازم يعرف امتى وليه هيبعت العيان بتاعه علشان يعمل منظار.
دي المعلومتين المهمين جدا 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 اللي عايزين ان احنا نقولهم، واللي الداتا بتاعتهم جت اوريدي في العيان بتاعنا اللي احنا لسه بنتكلم. الاجابه زي ما احنا قلنا، ليه محتاج الراجل ده يعمل منظار؟ لان العيان ده كانديديت انه لازم يبقى سكرين فور باريتس اوسوفيكس. الباريتس اوسوفيكس ده في الاحوال العاديه مش ريكومند ان احنا نعمله سكرين. امتى بقى نعمله سكريننج؟ نعمله سكريننج للناس اللي عندهم جيرد بقى لهم سيفرال ييرز، اكتر من 5 سنين، خصوصا لو عنده ريسك فاكتورز الاتيه: ان يكون سنه اكتر من 50 زي الشاب الحلاوه بتاعنا ده، ان يكون بيدخن زي الشاب الحلاوه بتاعنا ده، ان يكون وايت ريس زي الشاب الحلاوه بتاعنا ده، ان يكون ميل وسيد الميلاد كمان، اوبيز، البودي ماس اندكس بتاعه. اذا الراجل ده رسمي فهمي نظمي ومع اللونج ستاندنج جيرد بتاعه ده انديكيتد انه يبقى سكريند فور باريتس اوسوفجس. علشان كده لما راح الجاسترونترولوجيست قال له على طول: يلا يا باشا اطلع، لازم نعمل لك منظار. طبعا انا مش ببقى مستني كل هذه المالتيبل ريسك فاكتورز، وممكن اكتفي بواحده منهم فقط لو انا ثبت ان عندي واحد من الفيرست ديجري ريلاتيفز عنده باريتس او عنده اسفجيال ادينو كارسينوم. لا ننسى في خضم الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي فيما يتعلق باللونج ستاندنج هارت بيرن او لونج ستاندنج جيرد سيمتومز والريسك فاكتورز اللي معاها، ان احنا لا نغفل الجولدن رول بتاع الالارم سيمتومز اللي لازم كل فيزيشن وات ايفر السبيشاليتي بتاعته يبقى عارفها، زي الانيميا، زي اللوس اوف ويت، انوركسيا، ريسنت اونسيت اوف بروجريسيف سيمتومز، ماسز، ميلينا اور هيماتامسز، سوالوينج ديفيكالتي يعني اللي هي الديسيديا اللي هي اختصارها كلمه كلاربز، او ان العيان اوتوماتيك يكون سنه فوق 55 وعنده ابر جي اي ديسكومفورت او ابسيت او اي حاجه بالشكل. طب ما ننساش خالص خالص الالارم سيمتومز. ليه بقى بنعمل سكريننج للبرد ده؟ لان الانسيدنس بتاع الاسوفجيال ادينوكارسينوما انفورشنتلي عمال يعلى زي سعر الدولار كده وما بينزلش خالص، وبينما البارتس اوسوفيجاس اللي هو بري ديسبوزنج فاكتور للاسوفجيال ادينوكارسينوما ده از بوتنشالي كيورابل وبريفنتابل وتريتابل وكل حاجه زي ده. السيرفيلانس بتاعي ده علشان اشوف البارت محتاج ان انا اشوف الليجنز واعمل انترفينشن وين ات از كيوراتيف، يعني قبل ما يبقى في لا قدر الله في حاله الكانسر، وده هيبقى معتمد لازم لازم على مش الميديكال سسبيشن، ولازم لازم يبقى كونفيرمد بحاجتين مع بعض: منظار وهيستوباثولوجي. هو ده الاونلي كارنت مود اوف سيرفيلانس للحالات بتاعه البارتس اوسوفيجاس، ومش اي منظار كمان، لازم يبقى هاي ريزولوشن اندوسكوبي زي ما احنا هنعرف بعد شويه. طيب ليه قلنا لازم منظار ولازم بايوبسي؟ لانه تعريف البارتس اوسوفيجاس معتمد على حاجتين: ان انا اشوف بالمنظار انتستاينال ميتابليزيا، يعني اشوف ليجنز بالاندوسكوبي بتاعت انتستاينال ميتابليزيا واخد منها على الاقل 8 بايوبسيز، وان بعد كده ايه الحاجات اللي انا شايفها بالمنظار دي تطلع الباثولوجي بتاعها انتستاينال ميتابوليز. اذا لازم اشوف حاجات اندوسكوبيكالي فوق الجاستروسوفيجال جنكشن بسنتي على الاقل، ده ما لخبطش ما بينها وما بين الريجلر زد لاين اللي هو الانترفيس ما بين الاسوفيجال والجاستريك ميوكوزا، ولازم لما اخد منها 8 بايوبسيز يطلع فيهم الانتستاينال ميتابوليزيا او البارتس ميوكوزا او البارتس اوسوفيجال. ده السبيكترم بتاعنا، انه ما يبقاش في ديسبليزيا في الباثولوجي، انه يبقى انديفينيت مش قادرين نحدد اذا كان فيه ولا لا، انه يبقى لو جريد وهاي جريد، كل دول ما زالوا تريتابل وكيورابل قبل ما يوصلوا للحاجه المخيفه المريعه دي اللي هي الاسوفيجيال ادينو. كل السوسايتيز، امريكان، المان، هولنديين، بريطانيين، كنديين، مش عارف ايه، كلهم اتفقوا احنا لازم نعمل منظار واشوف فيه ليجنز، وان انا لازم اعمل بايوبسي، والبايوبسي كمان ابعتها لحد ديديكيتد انه يقرا باثولوجي بتاع ابر اندوسكوبي او بتاع المعلومه الجديده الاخرى اللي لازم الدكتور الباطني يكون عارفها، انه انا هعمل هذا السكريننج ازاي.
يعني انا مش هبعت العيان للجاسترونترولوجي واسيب الجاسترونترولوجي يبيع واشتري فيه، لا، لازم بتاع الانترنال ميديسن لازم يكون ناصح ومقرقر وعارف الداتا اللي انا هقولها لحضرته دلوقتي وهغششه، يعرف يتابع العيان بتاعه كويس جدا. قلنا اهم حاجه انه لازم يعمل هاي كواليتي اندوسكوبيك اسيسمنت، وده معتمد على خمسه اللي هنشوفهم مع بعض دلوقتي. خمسه ال هم دول اللي لازم الانترنست هيبقى مستني الاندوسكوبيست يعمل لهم فولفيلمنت عشان يقول له امين، برافو عليك، شكرا يا جاسترونتولوجي، انت فعلا نفعتني وقدرنا مع بعضينا ان احنا ننقذ الراجل الطيب بتاعنا. اول حاجه ان الراجل المنظرجي ده يكون عارف كويس جدا ويميز الاندوسكوبي لاند ماركس، انه يقدر يحسب السيجمنتال لينز، ان يقدر يشوف الفيزيبل ليجنز، فيبقى لازم معاه منظار كويس، ولازم يبص كيرفولي عشان يشوف الساتل ليجنز، الليجنز الصغيره اللي مش هتبان غير بهاي ريزولوشن اندوسكوب. واخيرا لازم ياخد، لو ما شافش يعني ليجن وخد منها بايوبسي وسسبيشس انه ده بارت، انه لازم ياخد راندوم بايوبسيز ومالتيبل ليجز. دول الخمسه خلينا نشوف ازاي. يعني لازم الراجل اللي بيعمل منظار يكون قادر يشوف اللاند مارك، يعني قادر يشوف الديافراجماتيك بنش، يعني الحته اللي ضاغط فيها الديافراجم من بره على الاسوفجس، انه قادر يميز الجاستروسيجال جانكشن، وده المكان الذي تنتهي فيه الفولز بتاعه الاستومك وليس المكان الذي تتغير فيه الالوان، وانه يميز ان لو كان الاثنين مش في نفس الحته ان الراجل ده عنده فيتال هيرنيا، عشان ما نقعدش نشخص بارت اوسوفيجاس عمال على البطال ونقعد نسمع جيرد بي وجيرد سي وحاجات بالشكل ده، وتلاقي الناس دول حتى اتعمل لهم عمليات وحاجات بالمنظار ان نيسيسري ومش مظبوطه نتيجه ان اللاند ماركس. لازم نميز اللينس، ولما بنشوف اللينس لازم نشوف اطول حته فيها اللينس. ليه بقى اطول حته فيها اللينس؟ لان الناس لقت انه لما اللينس يبقى اكتر من 3 سم ده جريتر ريسك انه يجي له كانسر، بينما الشورت سيجمنت عاده دول مش بيقلبوا بكانسر. طيب الفيزيبل ليجنز، لازم يكون عندي فرايتي اوف ليجنز الاندوسكوبيست قادر ان هو يوصفها، وقادر كمان عن طريق المنظار بتاعه انه يحدد المنظار لسه حتى قبل الباثولوجي ان دول يعني شكلهم عامل ازاي، لان ممكن بعض الليجنز شكلهم لو جريد ساعات ديسبليزيا، ممكن شكلهم يبقى هاي جريد ديسبليزيا، ممكن حتى لو في نوديوليشن كده ونوديولاريتي وبدايات تكوين ماس يبقى الاندوسكوبي شاكك ان ده ابتدى يبقى يحصل له انتراميورال ادينوكارسينوما، وحتى دول ممكن فيرذرلي نبص عليهم بحاجه اسمها الاندوسكوبيك الترا ساوند، او طبعا لا قدر الله المنظر الوحش ده بتاع الادينوكارسينوما اللي هو طبعا بيبقى يعني العلاج بتاعه صعب جدا جدا ومكلف. علشان يقدر يعمل ده ويقدر يميز الحاجات الصغيره دي لازم يبقى شغال بهاي كواليتي اندوسكوبيك ايمجينج، ويبقى كمان بيبص كيرفولي. وده الفكره، انه عشان كده دلوقتي اصبح في سوفت ويرز في المناظير الجديده تقدر ان هي تعمل حاجه اسمها نارو باند ايمجينج ونارو باند وذ نير فوكس، وحاجات بقى سوفت ويرز كده في الكمبيوتر تعمل بروسيسنج للصور زي حاجه اسمها اي سكان وفايس، مش مهم قوي يعني التفاصيل دي، لكن ادي المنظر بالمنظار العادي اللي هو الوايت لايت، شايفين بقى بالنارو باند قادر ان احنا نشوف الفيسلز وقادرين ان احنا نشوف اذا كان في ميوكوزال ليجنز، لا ده كمان لما كمان اعمل نير فوكس اقدر احدد اذا كان انا عندي اريا سسبيشس ان يكون فيها باريتس ميوكوزا ولا لا، وتبقى هي دي تارجتد ان انا اقدر اخد منها البايوبسي بتاعتي. مش بس كده، ده كمان ريسنتلي دلوقتي داخل عندنا في السكه الجديد دلوقتي الارتفيشال انتليجنس اللي هو بيعمل كده زي الزوم كده بتاع الكاميرا بتاعت الموبايل، يعمل لك مربع لما يبقى انت بتاع، برضه هو نفس القصه يرسم لك اللاند ماركس، وبرضه لو عنده ليجنز يعمل لك عليها مربع ويقول لك الحته دي يا دكتور سسبيشس والنبي خد بايوبسي من الحته دي عشان شكلها مش مريحني في السوفت وير بتاعي. اخيرا انه طبعا لازم ياخد بايوبسيز من الفيزيبل ليجنز، او لو ما شافش ليجنز واضحه وهو شاكك انه عنده بارت، يبقى في بروتوكول اسمه سياتا البروتوكول بيقول ان انا باخد 4 كوادرنت بايوبسيز كل 2 سم، يعني لازم ان انا على الاقل اخد 8 بايوبسيز وابعتهم ليه ديديكيتد هيستو باثولوجيست بيقدر يقرا الباثولوجي بتاع الجي اي تي. طيب هل نقدر كمان في حاجات تانية الدكتور الباطني محتاج انه يعرف؟ اه طبعا،
محتاج الدكتور الباطني يعرف ان المنظار كمان ممكن يكون بوتنشالي كيوريتيف، فلازم يبقى عارف العلاج بتاع البارد شكله عامل ازاي. علاج البارد معتمد على الستيج بتاعته، والستيج بتاعته معتمد على المنظر اللي كان في المنظار والتقرير بتاع الباثولوجيست، اللي هو مش اي باثولوجيست، لا الباثولوجيست اللي هو ديديكيتد وقادر يحدد اذا كان فيه بارد اوتوليجس والديجري والديسبليزيا الاتش اللي عامل ازاي. لو ما فيش ديسبليزيا يبقى ده زيه زي النورمال بوبيليشن، ده نبقى نتابعه، ولكن عنده ريسك فاكتورز فده نبقى نتابعه كل 3 إلى 5 سنين. لو عندنا لو جريد ديسبليزيا ده الانستنس انه يقلب مالجنسي يعني تقريبا 1% في السنه، فده بندسكاس معاه ان احنا نعمل اندوسكوبيك ابليشن، يعني نحرق او نشيل الحته الميكوزا السسبيشس دي، او لو رفض يبقى لازم يعمل منظار كل 6 الى 12 شهر، يعني نص الى 1 سنه. الحالات بقى الخطيره بقى اللي هي هاي جريد ديسبليزيا، هي ممكن تقلب اب تو 14% ان هي تقلب مالجنسي، وده بعد ما بنكونفيرم الدياجنوزس بالاكسبرت جاستروانتستينال باثولوجيست اللي احنا قلنا عليه، ده لازم يبقى معروف انه بيعمل اندوسكوبيك ثيرابي، سواء اندوسكوبيك ريسكشن اوف الفيزيكال ليجنز او اندوسكوبيك ابليشن للاريا السسبيشس ان اللي هي بيكون فيها. ده مش بس كده، ده كمان المنظار ممكن يعالج الفيري ايرلي مالينسز زي التي 1 اي اللي هو الميوكوزال ادينوكارسينوما والتي 1 بي سب ميوكوزال ادينوكارسينوما، ولكن بشرط طبعا ان نكون عملنا اي او اس وسي تي وبيت سكان، وعملنا كمان مناقشه في الام دي تي مع الثوراسيك سيرجري ومع الانكولوجي علشان نتاكد ان ده احسن تشويس للعيان. طيب ايه الاندوسكوبيك سيكشن؟ عندنا طريقتين، حاجه اسمها اندوسكوبيك نيوكوزال ريسكشن للليجنز الصغيره اللي اقل من 1.5 سم، ودي يا اما بستخدم فيها بندات او الكاب بتاع المنظار زي المنظر اللي احنا شايفينه الكاب، وهي الحته دي اللي فيها ليجن واشفطها جوه الكاب، وبعدين اقوم عاملها بالباند او بالستير وبعدين اقطعها. او للحالات الاكبر من كده شويه اللي هي الاندوسكوبيك سب نيوكوزال ديسكشن للليجنز باكتر من سنتي ونص، ودي ان انا بعمل ماركينج كده زي ما انتم شايفين حوالين داير ما يدور المكان السسبيشال ليجنز، وبعدين بخش بنايف معينه كده وبعدين بحقن تحت الميكوزا وارفعها وابتدي ان انا اشفي الحته دي واشيلها كلها ان بلوك ريسكشن عشان ابعتها للباثولوجيست عشان يتاكد ان هي فري وكويسه جدا زي ما انتم شايفين كده. بحط سب ميوكوزال وبعدين اشفطها جوه الكاب وبعدين اركب عليها السنير واشيلها، وتبقى هي دي الاريا بعد كده سليمه، او ان انا طبعا لو ليجن اكبر من 1.5 سم اعملها بالاي اس. الطريقه الثانيه اللي هي الاندوسكوبيك ابليشن، ودي ليها طرق كتير، ثيربال زي راديو فريكونسي ابليشن، ودي في منها اكتر من نوع، سيركمفرنشال وفوكال وتشانل وحاجات كده، او الارجون بلازما والمالتي بولر الكترو كواجيليشن، وحتى الكرايوثيرابي زي زمايلنا مثلا بتوع الجلديه بيستخدموها كتير جدا عندهم، زي سواء السبراي كرايوثيرابي او البالون كرايوثيرابي، وزمان كنا بنستخدم حاجه اسمها الفوتو دايناميك. طب راديو فريكونسي ابليشن ازاي؟ زي دي ادي اريا سسبيشس ان هي تبقى فيها بارد، بخش بنفخ بالونه عليها الالكترود بتاع او البروب بتاع الراديو فريكونسي ابليشن، بعدين بابلاي الحته دي وبفسي البالونه اخش على الاريا اللي بعد منها انفخها وبعدين احرقها وبعدين اطلع كده الحته دي حرقت وخلاص بقى بتتجدد بميكروزا جديده، او السبراي كرايوثيرابي، وده الببلش ستاديز قالوا يعني ان هي نتيجه كويسه جدا جدا، ده الجهاز بتاع السبراي كرايوثيرابي، وده برضو بيبقى البروب وببخ ثلج كده او يعني فريزنج ماتيريال يقوم يجمد التيشو في الحته دي، وبعد كده طبعا تبقى كانها كوترايز وبعدين الميكوزا تبقى تتجدد مره تانيه زي ما انتم شايفين كده زي الصقيع كده زي الفيلم بتاع فروزن كده. باختصار شديد ان نوت شيل الانترنس ار الكورنر ستون بتاع الميديكال براكتس، غالبيه العيانين بيعدوا عليهم فاحنا عايزين ان الانترنس يكونوا اوير بالكومن يعني ليجنز والكومن ديزيزز زي البارد اوفيجس اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. لازم الانترنس يكون عارف واي وين اند هاو تو سكرين فور البارد اوفيجس عشان يبقى مطمن ان العيان بتاعه ماشي اموره صح وكويسه. الانترنس لازم يبقوا عارفين ان في ادفانسد اندوسكوبيك ايمجينج
تكنيكس جديده وبتحسن وبتمبروف الكواليتي بتاعت الدايجنوزز وبتريديوس الفاليسز والكيسز اللي تبقى ميز. ومش بس كده، كمان دخل علينا الارتفيشال انتليجنس والانترنست، كمان لازم يبقى عارف ان هذه الادفانسد اندوسكوبيز مع الادفانسد اندوسكوبيك تكنيكس ممكن تبقى وسيله علاجيه للعيانين بتوعهم لما يكونوا ايرلي وديتكتد قبل ما يجي لهم الادينوكارسينوما عافانا ويعني منها ويعني لا قدر الله يعني. اوكي، اذا ده الى ناتشل. طبعا المحاضره دي وكل المحاضرات بتاعتي بتبقى متسجله على اليوتيوب شانل بتاعتي محمد نجيب ويفي، اتمنى ان حضراتكم تزوروني وشكرا جزيلا لحضراتكم.